الرئيس ياسر عرفات كانت فتح وعرفات إرهابيين تماما كما هو الحال الآن بالنسبة لحماس، وانتهت دول الاتحاد الأوروبي وانتهت الحكومة الإسرائيلية بالتفاوض مع الرئيس عرفات. الآن ما الذي سيجري؟ فيما لو ترك العالم إسرائيل تفعل ما تشاء، ما الذي سيتم؟ تدمير الآن، حتى الآن 25% من المباني في قطاع غزة مدمرة. وماذا يتم الانتظار؟ الآن انتظار الدخول سببه انتظار وجود وقدوم مساعدات أمريكية، أسلحة فتاكة، بالإضافة إلى ما هو متوفر حاليا لدى الجيش الإسرائيلي. هل يعني أن 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة سيتم تدميرهم دمارا شاملا، وسيتم القضاء عليهم، وبعد ذلك التوجه نحو الضفة الغربية التي بدأ الآن تحركات الجيش الإسرائيلي داخلها، عزل المدن، عزل القرى، الهجوم على المخيمات؟ يعني هناك سياسة قمع وسياسة مجازر تتم إذا ضد الشعب الفلسطيني، ومع الأسف العالم، معظم دول العالم تنظر وتراقب ما يحصل وتصدر البيانات، ومن بينها مع الأسف الدول العربية العاجزة عن عمل أي شيء من أجل الضغط على دول العالم كي تضغط على إسرائيل، لأنه نعم. معروف أن الدول العربية لن تتمكن من وقف إسرائيل والضغط عليها مباشرة. وجدنا الموقف المصري، الرئيس المصري قال أن جيشنا موجود لحماية أراضينا وليس لشيء آخر. طيب سيد دول محمد، أخرى عاجزة. بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي، يعني المقترح الذي اقترحته إسبانيا لعقد مؤتمر دولي للسلام للبحث في حل الدولتين، هل هو مجرد مقترح يعني ضمن ختام الاجتماع، أم أنه يعني سيعمل عليه؟ هناك إجراءات، متى سيعقد، من سيدعى إليه، من الأطراف المشاركة فيه؟ كم مؤتمر دولي تم عقده حتى الآن؟ دعوة لمؤتمر جديد لن يتم تحقيق وإنجاز أي هدف من حل الدولتين. الدولة الفلسطينية أين هي؟ لم يتبقى إلا 5% من أراضي الضفة الغربية تحت سيطرة، بين قوسين تحت سيطرة، لأن الجيش الإسرائيلي بإمكانه أن يدخل إلى أي بقعة في فلسطين. ووجود 900,000 مستوطن يهودي في داخل أراضي الضفة الغربية، هل ستوافق الحكومة الإسرائيلية وخاصة مع الحرب الحالية على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية، هل ستوافق وستعود إلى صوابها عندما يجتمع رؤساء دول أوروبية ومؤتمر دولي؟ لا أعتقد ذلك أبدا. الموضوع الحل هو بيد الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن نجد أن الرئيس بايدن مصر على مواقفه وعلى دعمه التام لإسرائيل، وأيضا يتم بناء هذه المواقف على أساس أكاذيب عندما يتم التحدث عن أن جنود حماس قاموا بشنق 40 طفل، وتم تكذيب هذا الخبر رسميا، وقاموا بحرق آخرين، وقاموا باغتصاب سيدات وفتيات إلى آخره. والمصيبة هي أن لا يمكن، مهما حاول البعض مناقشة هذه المواضيع مع الجانب الغربي أو مع حتى بعض أطراف الرأي العام في الغرب، هم يسمعون الخبر وبعد ذلك يرسخ هذا الخبر في عقلهم، وبالتالي من الصعب إخراج الأخبار الكاذبة. حتى لو تم تكذيب هذا الخبر من المصدر الذي قدمه لن يكون ذلك سهلا. فبالتالي عقد مؤتمر دولي ثاني وثالث وعاشر لن يتم ما دامت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تقدم دعمها. الاتحاد الأوروبي عاجز عن طلب إسرائيل من إسرائيل وقف إطلاق نار. شكرا لك. كيف سيتمكن من إقناع إسرائيل بالموافقة على حل الدولتين؟ هذا هو السؤال المطروح. شكرا لك السيد محمد رجائي بركات، الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، كنت معنا من بروكسل. أهلا بكم. أصيب 6 أشخاص جراء سقوط صاروخ على منشأة طبية في مدينة طابة المصرية على البحر الأحمر بالقرب من الحدود مع إسرائيل. وذكر شاهد عيان أن أضرارا لحقت بمبنى مجاور للمنشأة الطبية، وأنه سمع دوي انفجار أعقبه دخان كثيف وغبار. وقال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بالتقارير، لكن الحادث وقع خارج حدوده. معنا من القاهرة مراسل بي بي سي محمد حميدة، مرحبا بك محمد. يعني ما هي ملابسات هذا الحادث، وهو يعني ليس الأول من نوعه على الأراضي المصرية؟
أحدث البيانات التي خرجت هي من المتحدث العسكري المصري الذي قال بأنه هناك طائرة مسيرة مجهولة المصدر كانت هي السبب في الانفجار الذي وقع بجانب سكن الإداري لمنشأة طبية أدى إلى إصابة 6 مواطنين مصريين. ذهبوا جميعهم إلى المستشفى وخرجوا بعد تلقي العلاج لأن الإصابات كانت طفيفة. أيضا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال أنه هناك أطلقت بعض الصواريخ من البحر الأحمر وتم استدعاء الطائرات الحربية للتعامل مع هذه الأهداف بالتعاون ما بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل. على الجانب الآخر هناك أيضا انفجار ثاني وقع في نويبع بجانب محطة للكهرباء قيل أيضا أنه من صاروخ ولم يتضمن البيان المصري للمتحدث العسكري الحادث الآخر في نويبع وإذا ما كان قد أدى إلى بعض الإصابات أو غيره. شهود العياد لدينا قالوا أنه ليس هناك إصابات من الانفجار الثاني أيضا من صاروخ أو من طائرة مسيرة لا نستطيع التحديد بشكل آمن، ولكن في هذه الآونة ربما يعني مدينتين مصريتين طابة ونويبع. طابة تبعد عن رفح في حدود 260 كيلو مترا، هي تقريبا طول الحدود بين مصر وغزة ومصر وإسرائيل، يعني طول الحدود بين مصر وغزة في حدود 12 كيلو مترا والباقي في حدود 200 إلى 240 كيلو مترا من جنوب قطاع غزة وحتى طابة في الجنوب على رأس خليج العقبة. هي الحدود ما بين إسرائيل ومصر. ربما أيضا مدينة طابة هي مقابلة لمدينة إيلات الإسرائيلية بشكل مباشر، ويعني هي مدينة صغيرة وليست كبيرة ولكن بها بعض المشروعات والمنتجعات السياحية الكبيرة، وأعتقد أنه ربما مثل هذه الأحداث قد تؤثر بشكل كبير على مسيرة السياحة التي كانت مزدهرة في هذه الأماكن خاصة في طابة وفي نويبع، وربما أيضا تؤثر على المنتجعات الأخرى في شرم الشيخ. يعني شرم الشيخ أعتقد أنها ليست ببعيدة عن هذا الشأن، خاصة وأنه إذا كان بالفعل مصدر هذه المسيرات أو الصواريخ من البحر الأحمر من اليمن تحديدا، إذن فهي تمر فوق شرم الشيخ وتمر فوق مدن كنويبع وغيرها وقد تسقط في يعني هذه المدن وتعتبر تهديدا، وهو أعتقد ما يعني جعل أو يجعل السياحة في هذه الأماكن في الفترة القادمة من الممكن أن تتأثر إن لم تكن تأثرت بالفعل بما يجري في غزة. على الجانب الآخر المساعدات الإنسانية التي تحاول مصر بشكل كبير أن تكون الطرف الفاعل والإيجابي فيها استطاعت أمس دخول 12 شاحنة فقط، يعني المتفق عليه أن يكون هناك 20 شاحنة بشكل يومي تدخل من مصر إلى غزة بعد التفتيشات التي قد تتم في معبر كرم أبو سالم والعودة مرة أخرى إلى غزة، ولكن حتى الآن دخلت الشاحنات حوالي 74 شاحنة فقط منذ بداية دخول الشاحنات وحتى هذه الآونة. شكرا لك محمد حميدة مراسل بي بي سي كنت معنا من القاهرة. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد منشأتين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني ومجموعات تابعة له في شرق سوريا. وقال الوزير في بيان أن الضربات التي وصفها بالدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة هجمات مستمرة وغير ناجحة في معظمها ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من جانب ميليشيات مدعومة من إيران بدأت في 17 من تشرين الأول أكتوبر. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن هذه الضربات بعد أن بعث الرئيس جو بايدن رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يحذره فيها من أن أي هجوم على القوات الأمريكية يهدد بتوسيع نطاق الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس. معنا من طهران الدكتور حكم أمهز أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قم. مرحبا بك دكتور حكم. يعني بايدن كان
بايدن كان واضحا يعني في الرسالة القوية التحذيرية التي بعث بها إلى إيران بأن أي ما يسميها بالأذرع العسكرية لإيران إن شنت أي أعمال معادية لأفراد أو مواقع عسكرية أمريكية ستتوسع رقعة الحرب. يعني كيف تنظر إيران إلى مثل هذه الرسالة؟ أولا إيران يعني تدرك أبعاد ما يجري على المنطقة بشكل دقيق جدا، وهي أشارت يعني إلى أن الأمريكيين يعني أرسلوا أكثر من رسالة لإيران. محور هذه الرسالة هذه الرسائل هي نقطتين، أولا هي عدم الرغبة في توسيع رقعة النزاع في المنطقة، والأمر الثاني هو المطلوب من محور المقاومة ضبط النفس فيما يجري. الجمهورية الإسلامية الإيرانية ردت على هذه الرسائل بأنه يعني إذا كان هناك من رغبة بعدم توسيع رقعة النزاع فعلى الولايات المتحدة الأمريكية أولا وقف دعم الكيان الصهيوني بالأسلحة التي بدأت تصل إليه منذ أن بدأت عملية طوفان الأقصى، وبالتالي إذا كانت ترغب أيضا في ضبط النفس فهي التي تدير المعركة الآن على الأرض منذ أن بدأت أيضا، والدليل على ذلك أن الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية والمسؤولين العسكريين والأمنيين الأمريكيين جاءوا إضافة إلى الأوروبيين، فعليها أن توقف هذه المجازر لأن المنطقة على سطح ساخن. فهذه الأجواء التي ردت فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذه الرسائل، إضافة إلى أنها قالت أن محور المقاومة يتحرك تلقائيا وبدون أوامر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بدليل أن الفلسطينيين المقاومة الفلسطينية نفذت عملية طوفان الأقصى بإسناد يعني غير مباشر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبشكل تلقائي من نفسها، وأعلنت عن ذلك الجمهورية ممثلة بقائد الثورة الإمام السيد علي الخامنئي. فلذلك هذه التحركات التي حصلت في الأسابيع في الأسبوع الأخير واستهداف المواقع العسكرية الأمريكية تأتي في هذا الإطار، أنه على الأمريكيين الذين يديرون المعركة على الأرض نيابة عن الإسرائيلي سواء كان يديرونها عسكريا أو سياسيا أو أمنيا، عليهم هم أولا أن يضبطوا الكيان الصهيوني وبالتالي وقف المجازر التي تحصل في المنطقة، وبعد ذلك يمكن يمكن كما يقولون الحديث، لأنه الآن شعوب المنطقة وشعوب العالم تغلي. فما حصل بالأمس يعني في إطار الاستهداف الآن، حتى الآن نحن نعتبر أن ما قالته الولايات المتحدة الأمريكية في استهداف مواقع هو يعني ادعاء لا أكثر ولا أقل، ليس هناك من موقف صادر عن الجمهورية الإسلامية يؤكد أو ينفي هذه المعلومات التي أشارت إليها الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هناك مؤشرات أخرى دكتور حكم، أليس كذلك؟ يعني وزير الخارجية الإيراني من نيويورك قال بأن إن لم توقف إسرائيل هذه الهجمات الحملات وما سماها بالإبادة الجماعية في غزة، يعني فإن الولايات المتحدة أمريكا لن تسلم من النار. تماما، لا انا لم انفي هذا الموضوع، انا كنت اريد ان اصل الى هذه النقطه، انه الان شعوب المنطقه تغلي، يعني لاحظي اليمن، العراق، سوريا، العراق على مرحلتين، لبنان، العالم الاسلامي، حتى في العالم الغربي هناك غليان. هذه المجازر التي تحصل يعني هي تاريخيه، لم تحصل من قبل، وبالتالي هذا الامر سيؤدي بالمنطقه حتما الى ان يكون كل فصيل يعني بواجبه الذي يعتبره انه واجبا تجاه قضيه الاقصى والفلسطين، باعتبار هذه القضيه مقدسه عقائديه، وهذا الامر قد لا يدركه لا الامريكي ولا الاسرائيلي ولا الغربي. فعمليا قضيه القدس مساله عقائديه تمس كل انسان مسلم وتمس كل انسان حر وتمس كل انسان لديه انسانيه، وهذا ما نلاحظه على امتداد العالم. فلذلك هذا الموضوع إذا كانت فعلا الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت مواقع، وأنا حتى الآن قلت أنه حتى الآن يعتبر ادعاء هذا حتى يكون هناك موقف رسمي من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن محور المقاومة، فهذا لن يحول دون أن تستهدف هذه المواقع مرة أخرى. أصلا هناك فكرة أخرى لدى محور المقاومة أنه في حال حصلت حرب كبرى في المنطقة فجنود الجنود الأمريكيين في هذه المنطقة سيتحولون إلى أسرى، لأنهم مهما كانوا يمتلكون من إمكانيات هناك شعوب في هذه المنطقة أيضا تمتلك إمكانيات كبيرة، وليس كل شيء بما يمتلكه كما يقولون بين هلالين العدو من أسلحة، إنما هناك الآن أصبحت تقاس المعركة بأمور أخرى، وهذا رأي خبراء عسكريين كثيرين جدا. فعمليا هذا الأمر لن يوقف المقاومة ومحور المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني، حتى لو أتت أمريكا بكل أساطيلها ولو أتى الغربيون بكل أساطيلهم. لماذا؟ لأن هناك
مسألة أعود أقول أنها عقائدية شرعية، أن كل إنسان نعم. مسلم دكتور يعني حكم يعتبر فقط أنه يعني مقصر سيحاسب يوم القيامة. هذه النقطة وصلت. يعني تحدثت يعني عن أن محور المقاومة، ما سميته بمحور المقاومة، يحاول أن يضبط نفسه في هذه المرحلة، ولكن يعني متحدثا قياديا من حركة حماس قال نريد تحركا أكبر من حلفاء حماس، تحرك أكبر من حزب الله. هل يعني هذا أنه يعني ليس هناك تنسيق واضح أو كامل بين يعني عناصر هذا المحور؟ لا أنا لم أولا لم أقل أنه محور المقاومة يضبط نفسه. محور المقاومة يعني يحاول أن يصل إلى حلول يعني تكون ناجعة للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، ولن يقبل مطلقا يعني بأن يكون هناك هزيمة لا للشعب الفلسطيني ولا المقاومة الفلسطينية ولا نزوح وتهجير للفلسطينيين، وهذا خط أحمر حتما سيؤدي إلى تفجير المنطقة. هذا الأمر الأول. أما بموضوع التنسيق، لا، أنا أقول لك أن هناك تنسيقا كاملا بين محور المقاومة. هناك غرفة عمليات للمقاومة على أعلى مستوى تنسق فيما بينها، ليس منذ هذه يعني العملية، عملية طوفان الأقصى، لا، كانت قبل ذلك وهي تنسق فيما بينها. وبطبيعة الحال كل فريق من فرقاء نعم. محور النقطة المقاومة وصلت. آسفة لمقاطعتك دكتور حكم. هو يتحرك وفقا لمصلحته وما يمليه عليه الواجب. آسفة للمقاطعة فقط لضيق الوقت. شكرا لك دكتور حكم أمهز، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قم، كنت معنا من طهران. في ظل توقف الخدمات في عدد كبير من المستشفيات في قطاع غزة وتعرضها لضغط هائل، تضطر النساء الحوامل إلى الولادة في ظروف صعبة وخطيرة. وتقول الأمم المتحدة إن هناك حوالي 50,000 امرأة حامل في غزة يعانين من الحرب الدائرة، إحداهن جمانة التي قامت بتسجيل يومياتها بالفيديو وشاركتها مع زميلة داليا حيدر. التفاصيل في هذا التقرير. شو هذا توتو؟ بابا داليا. تحبيها؟ حبها. انا جمانة عماد، صحفية من قطاع غزة، ام وحامل في الشهر التاسع، والمقرر اني اولد خلال هاليومين، وتيجي طبعا طفلتي الثانية بحب وسلام وامن، ولكن شكله رح تيجي بدمار. أكتر إشي بخاف منه هي الأفكار اللي بتجيني قبل النوم كل ليلة، إنه ممكن نصحى وما نكون أحياء، اللي هو يعني ما نصحى أصلاً. طبعاً الحوامل اللي زيي لازم يطلعوا يتمشوا بالذات في آخر شهر، بس بسبب الحرب ما حدش قادر يطلع حتى يشتري أكل للبيت، فمضطرة أتمشى بالغرفة. فيش كهرباء ولا في شاشات او تلفزيون نتابع على الاخبار ولا في انترنت، فوسيلتنا الوحيده الان هي الراديو، طبعا في حال انه جوالك ما طفتش لانه فيش كهرباء. طبعا احنا طلعنا من البيت، رحت على بيت ثاني، وهي الاغراض اللي قدرت اخذها، الشنطه الصغيره هذه وبس هدول. وعليكم السلام. يلا عمو. بعد 4 أيام من الحرب وأخيرا قدر إنه جوزي بده يجيب لي شنطة الولادة، وأكم من شغلة طلبتها لأنه خلص فيش وقت، بس إن شاء الله يا رب يوصل بالسلامة، لأنه مهددين يصير قصف عنيف جنبنا، والله يستر، والله خايف كتير. صرنا في اليوم السادس من الحرب ولسه بنعيش خوف وقصف في كل مكان ودمار، بس الأمانة يعني الواحد بيطلع وهو بيكون بتشاهد، لأنه الوضع كتير بخوف، والزنانات فوق لهم طائرات الاستطلاع، يعني بتكون ماشي في الشارع وانت عامل حسابك انه ممكن في أي وقت الطيارة تقصف، لأنه عادي. على
لنا 4 أيام بدون مية. طبعا اليوم بالليل أجت وهيها ضعيفة، فبنحاول نستغلها بأي طريقة. سمعين صوت الزنانات كمان؟ فعلياً بدت عندي أعراض الولادة، ولكن المشكلة إنه هل رح ألاقي حدا يوصلني على المستشفى، لأنه السواقين في الحرب بيخافوا يطلعوا من بيوتهم، وطبعاً سيارات الإسعاف مش رح تكون فاضية لوحدة بدها تولد. آخر يوم مر علي ما كانش منيح بصراحة، لأنه كان زي طلوع الروح أو إنها تضلها، لأنه حرفياً أنا طلعت وأنا بتشاهد. وإحنا هناك صار قصف لدار جنب المستشفى، والصوت كان كتير كتير مرعب لدرجة فكرنا إنه القصف للمستشفى نفسه. وفجأة في ثواني المستشفى انقلب حالها، وكله صار شهداء وإصابات وصراخ من هنا وصراخ من هناك، طبعاً غير وجع الولادة مع القصف. هذا الاشي ما خلانيش افكر غير اني اجيب بنتي باي ظرف كان. مرحبا علي. انا اسمي داليا حيدر، انا صحفية من بي بي سي زميلتها لجمانة. اهلا فيك، انا بس عم بحكي لاطمن على جمانة، لانه قالت لي انه رايحه تولد وشوي انشغل بالي لاني شفت التحذيرات. ولدت ان شاء الله، الف مبروك. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. جبتها. الحمد لله بعد عناء وطول انتظار عائلتي كبرت وصار عندي تاليا وتولين، وان شاء الله ربنا يحفظهم ونعيش بخير وسلام وبعيد عن الحروب والدمار، وبتمنى لهم مستقبل حلو زيهم يا رب. دخل الفنانون العرب ومواقفهم من الحرب في غزة على خط السجال، فمنهم من قرر تأجيل أو إلغاء حفلاتهم المقررة، ومنهم من اعتبر أن الفن هو مهنة كباقي المهن ولا يستطيعون التوقف عن أداء عملهم. هل الفن هو مجرد مصدر رزق للفنانين كباقي الأعمال؟ أم أن الغناء والرقص والفن يجب أن تقتصر على أوقات السلم والفرح بغرض الاحتفال والترفيه فقط؟ هذا هو التساؤل، وهو ليس وليد أحداث اليوم، بل إنه جدل متكرر يتجدد مع اندلاع كل صراع. فيجد الفنانون أنفسهم تحت المجهر بين منتقد لهم ومشيد بهم، وهذا السجال عاد اليوم إلى السطح. الفنانة اللبنانية إليسا اليوم وجدت نفسها وسط هذه العاصفة من السجال، إذ أحيت قبل بضعة أيام حفلا غنائيا في ألمانيا. ابتدأت إليسا حفلها بالتعليل بأنها مضطرة للعمل، وطلبت من الجمهور دقيقة صمت. شاهدوا. أنا مضطرة أعمل شغلي لأنه لازم أعمل شغلي، بس نحن عارفين شو عم بيصير اليوم، ورح ناخد دقيقة صمت نوقف كلنا لأجل فلسطين ولأجل كل الشهداء اللي عم بيموتوا. دقيقة صمت. لكن دقيقة الصمت هذه لم تشفع لإليسا على ما يبدو لدى جمهورها، فانتقد الكثيرون إحياءها للحفل وطالبوها بإلغاء حفلاتها تضامنا مع غزة، معتبرين ما يحدث عدم احترام لأرواح القتلى.
إليسا من جانبها طبعا ردت في منشور على منصة إكس على تلك الانتقادات. تقول إليسا: يعني إذا المهندس بيوقف الورشة، والمحامي بيوقف مرافعة، وصاحب المطعم بيوقف خدمة، والمصرفي بيوقف تداولات، ساعتها منوقف شغلنا كلنا. بعز الحرب كانوا الفنانين مستمرين لأنه هيدا شغلنا وهيدي رزقتنا، وما رح نوقف كرمال كم حدا فاشل وفاضي عم يحكي. ما بقى حدا يزايد علينا بوطنيتنا ومواقفنا. نقطة على السطر. في الوقت الذي تواجه فيه إليسا هذه الانتقادات مشاهدينا، تلقى فنانون آخرون إشادات من الجماهير العربية لإلغاء حفلاتهم وفعالياتهم، كالفنان عمرو دياب الذي أعلن تأجيل حفله في دبي حتى إشعار آخر. كما تلقى الفنان الكوميدي المصري محمد سلام إشادة مماثلة بعد أن ألغى مشاركته بمسرحية في موسم الرياض بالسعودية. محمد سلام أعلن انسحابه من عرض مسرحية زواج اصطناعي بسبب ما يحدث في غزة، وأوضح أن الانسحاب هو لدعم الشعب الفلسطيني وليس لأي شيء آخر. أنا مش متخيل الصراحة يعني أن أنا هروح أعمل مسرحية وهزر وغني وارقص وإخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ومفيش حاجة بتحصل لهم. أنا مش هقدر أسافر طبعاً. كنت على أمل إن الموسم مثلاً يتلغي، يتأجل زي مثلاً ما حصل في مهرجان الجونة هنا ومهرجان القاهرة، أو يحصل إن الموضوع يهدى هناك في فلسطين في غزة، موضوع يهدى والناس تتدخل ونهدى يعني شوية ونقدر نعد، بس ما فيش حاجة بتحصل. أما الفنان المصري محمد رمضان فاختار الاستمرار في عمله الفني بسبب التزاماته مع شركات عالمية، إلا أنه أعلن أنه سيخصص بعض العائدات لأهالي غزة. مشاهدينا، هذه الأمثلة عن مواقف الفنانين المختلفة تعكس حالة الجدل المحتدم بين الجماهير العربية. فبينما يدافع رأي عن حق الفنان في كسب رزقه والاستمرار بعمله بغض النظر عن ظروفه الشخصية أو العالم من حوله، يصر آخرون أن الفن ليس كأي مهنة، والاستمرار به يعد تجاهلاً لمآسي الكثيرين في أوقات الحرب. نهاية النشرة، إلى اللقاء.